عدد من المناطق المطلة على الشريط الساحلي تشكو تلوثاً مهدداً البيئة، والمجتمع المدني والمعنيون بالشأن البيئي يطرحون حلولاً. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تبسط في فيديو توضيح مفردات فاتورة الاستهلاك وتعد برنامجاً لمجابهة ساعات ذروة الاستهلاك في فصل الصيف. رفع جلسات المشاورات اليمنية في الكويت ونزع السلاح نقطة الخلاف الجوهرية بين الوفد الحكومي وجماعة الحوثي والمخلوع صالح. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. يشكو الشريط الساحلي بالضحية الجنوبية منذ سنوات من التلوث الذي طال شواطئ المكان ليصل إلى حد وصفها بالمناطق الموبوءة، وهو ما حدا بالمجتمع المدني إلى المطالبة بحلول عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. شواطئ كان يتيب الاستياف فيها تحولت إلى مصبات فضلات وأوساخ على مدار العام، تبعث بجحافل الحشرات وبكم هائل من الروائح الكريهة إلى المتساكنين على مقربة منها خاصة. الشواطئ المعنية متوزعة جنوب العاصمة تونس، أي من رادس إلى سليمان، ازداد وضعها البيئي تدهورا بفعل ما تضخه المصانع وصارت أشبه بالمستنقعات. ديجا أنت حامل فهناك تغرق، تصب الشتاء واحد تشوف مغاديك ما عادش تعدي لا تهبط، تغرق حامل في تغرق بالغرم والتلوث والريحه والناموس. والله شو يقول لك، ان شاء الله 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 وزير البيئه نتاعنا يشد في زمام الامور هذيا، راه ما عادش فيها، راه البحر مشى. كان حملنف يضرب بها المسل، يبداو من مارس الصيفه تبدا تكري في الديار هنا. حملنف كانت روعه، بلاد البيات يبان توا فوق 40 سنة أنا نسكن هنا، حالة يرثى لها كاتاستروفيك، عشاك الجرابة، الفيران، الحنوشة، الناموس، الصيف يجي سي لونغواس حملنف. مشاكل بيئية جما تعيشها الضاحية الجنوبية، ما حدا بالمجتمع المدني لدق ناقوس الخطر في ندوة عنوانها الأكبر إيجاد حلول جذرية لمشكلة التلوث. بعض المشاركين قدروا أن تفعيل الباب السابع من الدستور هو الحل لإنقاذ الشريط الساحلي ولاستعادته لرونقه السابق. الفكرة اللي نحب نوصلها اللي احنا نعتقد ان لما المواطنين عن طريق مجالسهم المنتخبة محليا او جهويا ياخذوا الصلاحيات الكاملة في معالجة الوضع البيئي المحلي، نعتقد اللي باش نخرجوا من هالوضع اللي احنا موجودين فيه، والوضع هذا هو وضع كما قلت كارثي. ربما حان الوقت من كونه الحلول تكون هناك حلول صغيرة يعني في على مستوى البلديات اللي هي تحل مشاكلها، سواء كان في النفايات او مياه التصريف الصحي او المياه يعني الملوثة الصناعية، تكون يعني تكون هناك مشاريع صغيرة اللي هي تتكلف بها البلدية والجماعة المحلية من اجل إيجاد هذه الحلول. رسميا هناك اعتمادات بمليارات المليمات ووعود بمشاريع عملاقة لتكرير المياه المستعملة والحد من تلوث المحيط، وعمليا هناك حاجة ماسة لمنح البلديات دورا أكبر. هذا ورد في